عسلامة، أنا اسمي وسيم فرزة، أنا نقرأ في السادسة بنفسج، ولا اليوم حبيت نقول عملنا ثورة على سي ريكاردو كارجي ونشو هنا نستنيو في النتائج. معناتها وقت اللي يجيني أبال يا ذيك يا نتيجة الانتصار اللي أنا نتمنيه ولا نتيجة الخسارة اللي ماذا بيا ما دورش بيا. هاتوم فهمكم البليك كيفاه صارت الثورة دي. سي الدكتاتور سليم الكمرجي بناها السلسة فيوليت من الأول على أصل نحنا السلسة فيوليت نتمتعوا خير من القرنفل، نتمتعوا بالشجاعة هذي أول حاجة، بالعقولية، بالرزان، بالمخ الباهي مش بالأفكار الباهي. السلسة فيوليت هي جروب حطوا فيه فيديوهات معناتها اللي نحطوهم تصور مع عائلتنا هكا لقطة تضحك ديما نقولوها حتى ملاحظة تضحك مثال هكا الحبيت الكل يطلعوا عليها أما يجي سي سليم الكمرجي باهي رد هو مخترعها وهو رئيسها ويطرد في العباد وكل شيء نعملوه لا هو زي سي سليم الكمرجي فرخ كلوبيستي وأنا سبيرانتيستي للدب. معناتها كي نحط حاجة كباهية عبد رجي أنصر رجي غالي رب العالي حاجات يولي هو يتبلوكا ويدخل بعضه ويعمل يشتكي في الصخر. أنا وقت عملت ثورة ودية يعني باش نفيق العباد الكل باش يعمل فيه سي الدكتاتور جا فسخني من الادمينستراتور يحرس صحابي الزوز سي بن عمر وسي سامر صالحية رجعوني الادمينستراتور وقضينا اخيرا على السلسة فيوليت النسخة الميش اصلانية وليت في نسخة معنيت هنا توا حتى توا نشوف اللي انا كاني ربحته ايه اون فيرا والله ملنا بشجاعة نحن شجاعة كبيرة تشجعنا وعملنا من يوتيوب لحظة الو هاي سليمة اي بالحق بيه بيه تنعود نطلبك لحظة برك ما تصدقوش تو ببليك شنو وصل ليه انتوما يظهر فيكم وجهكم مبروك والله توا تقول الشائعات تاع الشائعات تاع سيري كارلو كيمرجي اللي هو باش ينصحك بالطبيعة اذا كان هكا نعلم فالسي ينعم نعلم فالسي والله انا فرحان برشا دونك توا نودعكم باش نمشي نعلق المنشورات اللي تفضح سليم كيمرجي وتشهرني هنا بالطبيعة توا نحييكم وأشهد على أيديكم وسع